هذا شارع حلب. شارع حلب. شارع حلب نعم. ايش احتياجاتكم انتم شارع حلب؟ والله احتياجاتنا كثيره. هذا الشارع رجع اساته قسم من المحلات ما يفتحون. السبب الايجارات، السبب حال الوقت هسه السوق تعبان يعني من جميع النواحي. نعم. ايش يحتاج للسوق بعد؟ يحتاج له الى تسقيف، على اساس وعدونا يسقفوه وظلينا باي الحاله ماكو لا تسقيف ولا جو حتى يعني هسه بس تنظيف. انا اقول لك عاد تجي البلديه الحمد لله احسن من قبل. زين، اذا سقف نعم تكون عوده لبعض المحلات؟ نعم ترجع للمحلات على بعضها اذا سقف حتى قسم منهم حتى تجي بسطات تجي تفتح من ذاك السوق يرجعون على محلاتهم. التعمير اذا عنده تعويضات للمحلات اذا انطوا تعويضات المحلات طبعا راح ترجع يرجع السوق. بس سبحان الله العيجي يفتح هسه حال الوقت ماكو يرجع يعزل ويمشي. الايجارات الايجارات يريدون ايجارات حال الوقت. اللي يفتح هسه ياخذون نص الايجار واللي ما يفتح ياخذون الايجار منه كامل. يعني حقهم اهل الاملاك حقهم. لاحظ ان العوده ضعيفه يعني بعض المحلات ما فاتحين. سبب ماكو اعمار ماكو دعم. دعم شلون يكون؟ دعم المحافظه المتضررين طوم فلوس أشون يبني هذا إذا ما عنده. الأهالي نفس الشيء أشون يرجعون. أصحاب الأملاك أشون مع المؤجرين؟ والله ما كل سوا الأكثرية سامحين بس ما يعني ما يعرف ما قال لك ما أريد هذا الشهر. لا قال لك بيت النص أو يصير حركة عوض ما. البعض مسامحين. مسامحين نعم. البعض لا. نعم البعض لا قال لك أغيد ما شاغ شاغ وما شاغين ما شاغين. السوق ايش يحتاج تسقيف او كذا؟ اي تسقيف طبعا تسقيف. بعد هذا الترتيب يعني يحتاج تسقيف؟ بعد اي غاد له بعد. من المحلات ترجع تعال خلينا شارع فارغ. ليالي عيده يا اخوي هذا شارع حلب كان هاك شارع حلب. شلون كان؟ شلون كان؟ ما تطيق تفوت بينه. شارع حلب ما كنت تطيق تفوت بينه. بس ما هو كل احد. ما هو كل احد يا اخي مقضيها بسوق النبي والنبي يونس و ما شاء الله يعني بكل منطقة اكو اسواق واكو سوبر ماركت وما مثل قبل. لا قسما بذات الله لاكو شغل لاكو عمل استفتاح ماكو يعني بالاسبوع ما استفتحنا قطعة. الملك يغيد؟ كلنا ما يغيدون اخوي ابو البلدية جا يغيد منه 25 الف ذاك اليوم. الله يمكن عزلنا من البلدية. ليش 25؟ ما ابوي ليش 25؟ ليش تنطي 25؟ ليش هو خلي يعرف يعني العالم يقولوا له عزوه روحوا في امان الله. الله يقولوا له عزوا روحوا تمام. هو شغل ماكو. ما ليش 25 شغل ماكو نهائيا ماكو. المفروض الدوله ايضا تراعي هذا الشيء. اخوي هي خلي يرجعون الدوائر خلي يعمرون خلي ينظفون خلي شارع حلب ايش يحتاج؟ والله ايش يحتاج كل العالم تفتح. شلون رشعت السوق او الشارع حلب؟ والله تعبان حاليا يحتاج له تسخيف اناره تعويض اهل المحلات حتى يرجعون يبنون يكملون شغلهم. لو توفرت هاي ذكرتها التعويض والتسقيف وبعض الامور يعني تكون عوده سريعه لهذا الشارع. نعم طبعا اكيد التعويض يسرع من عمليه الرجوع لاصحاب المحلات. شارع حلب شو كان قبل؟ مزدهر ما كان يمشي به كوه الصعفاره.